تكلمنا المرة اللي فاتت على دور الانسولين في علاج موضوع الاريكتايل ديسفانكشن عند الرجال، ودوره في ان هو بيصلح موضوع موت الخلايا المبرمج لخلايا الجسم الكهفي في العضو الذكري. وقلنا انه قد لا يستطيع الانسولين وحده تعديل هذا الموضوع، ربما ان هو بيحتاج حاجات تانية معاه، وكلها دراسات. ممكن يحتاج حاجات انتي اوكسيدنت، لان ممكن يكون فيه فري راديكالز وفي H2O2، ممكن يكون فيه خلل هرموني في التستوستيرون ويحتاج الى تعديل. يعني ربما ان هو يحتاج لحاجات تشتغل على زي الفياجرا، واحنا قلنا الميكانيزم بتاعها قبل كده. فإذا الموضوع ممكن ان الانسولين هيحتاج حاجة تآزرية معاه في علاج ضعف الانتصاب. وبالمناسبة هرمون الانسولين ده غريب جدا، كان فيه دراسات بتتكلم على موضوع زيادة النشاط العقلي او نوع من الجنون كده عند بعض الناس، قد يعالج بالانسولين لما بيكتشفوا ان فيه زيادة في نشاط السكر على المخ وخفضه، بيؤدي الى علاج هذا الموضوع. هي دراسة غريبة شوية، وكلها دراسات اللي هي بتبقى تعتبر اوف ليبل وبيبتدوا يتكلموا عليها. احنا النهاردة اساسا هنتكلم على السلفوناين يوريا كجروب لعلاج السكر، وبرضو بتدخل في موضوع علاج ضعف الانتصاب. لعدة سنوات كانت ادوية السلفوناين يوريا او الاس يو اس هي الادوية الاكثر شيوعا لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، حيث انها قادرة على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، مما يقلل من مستويات الهيموجلوبين السكري من 1 لـ1.1% في المية، على الرغم من تحفيز زيادة الوزن اللي هو زائد 1.2 او زائد او ناقص 2.3 كيلو جرام. من معروف ان وحدة السلفوناين يوريا بتعمل كمفرزات للانسولين من خلال تنشيط مستقبل الـ SU1 على سطح خلية خلايا البنكرياس الباقية. بعد تنشيط مستقبل الـ SU1 بواسطة هذه المركبات، بيحدث تثبيط لقنوات البوتاسيوم الحساسة للأدينوزين ثلاثي الفوسفات أو الـ ATP، مما يحدد إزالة استقطاب غشاء الخلية ويؤدي لخروج الخلايا من الحبيبات المحتوية على الإنسولين. على وجه الخصوص تم العثور على تعبير الـ KATBS أيضا في أنسجة مختلفة خارج البنكرياس، بما في ذلك العضلات الملساء الجسدية والتي تنظم من الناحية الفسيولوجية قوة العضلات واسترخاء شرايين مقاومة القضيب لتعزيز الانتصاب. موضوع غريب بصراحة، على الرغم من أن وجود هذه القنوات الأيونية المستهدفة بالإسيو داخل حجرة القضيب معروف، إلا أن البيانات المتعلقة بتأثيرات السلفوناين يوريا في الضعف الجنسي غير متسقة حاليا، برضو الميكانيزم مش واضح قوي. العالم إنسوديك وآخرون أظهر وجود نوع فرعي من الـ KATBS داخل العضلات الملساء الجسدية اسمه KIR6-KIR6.2، والذي تم العثور على موقعه بقرب من الوحدة الفرعية الـ SUR2B بين قوسين 68. في نفس الدراسة تمت مقاومة تدفق البوتاسيوم داخل الجسم الكهفي البشري بعد التحفيز باستخدام منشطات الـ KATB الانتقائية تماما في وجود السلفوناين يوريا الغير انتقائية زي الكليبنكلامايد والجليمبرايد، مما يؤدي لتثبيط توسيع الأوعية العضلية. وبالمثل العالم روبيريو وآخرون لاحظ أن وحدات السلفوناين يوريا على سبيل المثال الجليبنكلامايد بتمنع النغمة العضلية وتمنع استرخاء العضلات اللي تثيره الـ KATB، ومع ذلك فقد هذا التأثير عندما تم إعطاء سلفوناين يوريا مع السلندفيل، مما يشير لأن قنوات الـ KATB لا يمكن أن تشارك في الاسترخاء الناجم عن عوامل رفع السايكل GMB. على النقيض من ذلك، في دراسات سريرية مستعرضة خاضعة للرقابة أدى العلاج المعتمد على الجليبنكلامايد لزيادة كبيرة في مستويات هرمون التستوستيرون الكلي والحر ومستويات الـ SHBG والدافع الجنسي ووظيفة الانتصاب لدى الأفراد الذين يعانون من السكري من النوع الثاني.
في هذا الاعداد يبدو ان الوحدات الخاصه بتدعم الدافع الجنسي عن طريق تحفيز المباشر لهرمون التستوستيرون لدى الرجال الذين يعانون من السكري من النوع الثاني وقصور الغدد التناسليه. يعني الميكانيزم هنا غريب شويه. وبتجد الاشاره العديد من الدراسات باثر راجع كشفت ان الرجال اللي هم بيعانوا من نقص جديد في الدم، نقص السكر في الدم نقص جديد، بيستخدموا منتجات تعزيز جنسي غير مشروعه جنبا الى غير معلنه، وبتعتمد على علاج اللي هو زي الجليبنكلامايد والجليورايد جنبا الى جنب، بيسلط الضوء هنا على التاثير الايجابي المحتمل لهذه الادويه الموجهه للانسولين على الوظيفه الجنسيه. ما اذا كان من الممكن تفسير التاثيرات العلاجيه المحتمله للوحدات سلفينايل يوريا ضد التطور من خلال ضد تطور الضعف الجنسي من خلال الوقايه من وظائف بطانه الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه لا تزال غير مفهومه جيدا. في تجربه مراقبه عشوائيه جديده لم يغير الجليبنكلامايد وظيفه بطانه الاوعيه الدمويه عند اعطائه للرجال اللي بيعانوا من مرض السكري من النوع الثاني دون مضاعفات القلب والاوعيه الدمويه، وكذلك مرض السكري اللي يعانوا من ارتفاع ضغط الدم، والذين وجد ان تناوله يؤدي لتفاقم ضغط الدم. ومع ذلك اظهر مركب السلفونامايد الجديد تاثيرات مخففه اكتر على مضاعفات القلب والاوعيه الدمويه من الجليبنكلامايد في ايران اللي هم عندهم السكري من النوع الثاني، وتحسن ملحوظ في تخليق النيتروك اوكسيد في المختبر ونشاط ال NOS مع التحسين النهائي لعلامات الخلل البطاني. بالتنسيق تسلط هذه البيانات الضوء على ان هناك حاجه من مزيد من الدراسات لتوضيح التاثيرات المثيره للجدل لوحدات السلفينايل يوريا على وظائف الخلايا البطانيه اللي هي الموجوده في القضيب، وبالتالي على الايركتايل ديسفانكشن. يمكن ان تكون الاختلافات في انتقائيه سلفينايل يوريا هي الاساس المنطقي وراء النتائج المختلفه التي تمت. نكمل المره الجايه. مع السلامه.